مشاهدي ومتابعي تونس الرقمية وتونس الميريك ونهار ثلاثة باش ناخذ فكرة لأسعار الخضار الغلال اللحوم الحمراء والبيضاء. نحن اليوم موجودين في مرش سليمان باش نبداو بالخبرة. صباح النور. شنو هوالي؟ شنو هي الأسواق نتاع الخبرة اليوم فما وتحدثي شوية السلعة؟ السلعة تسمى سطاح. أي؟ بالنسبة للفول الفول على 2200. وحده فيها ما تسمى بلاه سمح. على 2200 2200 فلفل عادي فلفل مسكي هذا ايه فلفل مسكي سمشي ايه سمشي كيلو ب 2980 على 2980 فلفل حار هذا 2400 فلفل حار على 2400 عندك البصل هذا تاع السيد المزيد اللي يجيبوا فيه ايه سلعة سمحة قداش كيلو ب 16100 16100 والطماطم كيلو ب 12100 سمعة عندنا الطماطم على سمشي ايه والبطاطا 980 طماطم قداش 12100 والبطاطا 980 البطاطا على 980 الغلة عندنا اللوز عندك فلفل حلو هذا سمح ايه عندك الفقوس 2500 فلفل حلو الفلفل الحلو على قديش؟ فلفل حلو 3500 3500 ودي القمرة ودي القمرة كيلو ب 2500 2500 باهي نمشيو للغلة اللوز على قديه؟ اللوز الأخضر كيلو ب 2000 اللوز على 2000 عندنا المشمش المشمش 3000 هذاك 3000 والبطيخ 2000 لا 2000 هذا اللي عندي وفاز فاز تدخل بوتبقاي ما عنديش حاجه سمح اليوم قداش تمشي شنو هي الاسهم نتاعك؟ الاسهم نتاعك من 3500 حتى 5000 والله والفريز الفريز كيلو ب 3500 ربطه كيلو ربطه ب 2000 على 2000 السفناري والخص خص الدينار على دينار واللي تي كيف ب 1200 اللي تي على 1200 هذه اهم اسعار الخضار والغلال مباشره من مرش سليمان الحركه مازال مش برشا بحكم الصباح باترون شوانو في مرش سليمان باش ناخذ فكره على اللحوم الحمراء كما قاعدين نشوفوا الهبر على 40 دينار مخلط على 30 دينار العلوش على 45 دينار